سالم بن علي الحبسي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام. تواصلنا مستمر وها نحن نصل اليوم الى سن الايداع، سن الامتاع في فترته الصباحية. هنا انطلاقتي 15 شوطا توزعت ما بين الابكار الاذاع والجعدان. هنا مشاهدين الاعزاء 6 كيلومترات هي المسافة المقررة، ثالث اشواط هذا اليوم وهذا الشوط الخاص بفئة الابكار الاذاع. نسير على البركة، ننطلق الى مقدمة هذا الشوط والصدارة. والمركز الاول تاتي حشيمة، راشد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي من يقدم حشيمة على الصدارة على المركز الاول، بينما المركز الثاني من وصلت في ثاني المراكز هناك طرابلس لمروان بن فري بن غانم بن حمود الظاهري، ولكن الدخول من الجانب هنا تاتي في هذه اللحظات بشاير لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي، غيرت الى ثاني المراكز. انا بدوري اخذ المركز الرابع. هنا الوصول من ايضا جمايل تاتي للفندي بخميس بالفندي المزروع اللي وصل في هذه اللحظات، يقدم جمايل على المركز الرابع. نقلتنا مباشره الى المركز الخامس، هو الغزيل سالم بن علي بن متعب بن محمد الصعاق، وصل في هذه اللحظات ياتي على المركز الخامس. هذه الخمس المراكز الاولى المتقدمه مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هنا عبر هذا النقل الحي والمباشر عبر قناه الريان الفضائيه التي تاتي بكل ما هو جديد هنا في سباقات الاجن العربيه الاصيله. العوده الى الصداره، العوده الى المركز الاول. من ياتي مع حشيمه؟ هناك راشد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي يقدم حشيمه في هذه اللحظات، يسير على المركز الاول. نقلتنا مباشره الى طرابلس اللي خذت المركز الثاني، هناك مروان بن فري بن غانم بن حمود الظاهري وصل في هذه اللحظات يقدم هذا الاسم، ينطلق على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك بشاير الخير وصلت لمحمد بن سلطان بن سعيد مالكي وصل في المركز الثالث، بينما المركز الرابع تاتي بشعار بالفندي مع جمايل. هنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، الفندي بخميس بالفندي المزروعي وصل في هذه اللحظات، والمركز هنا الخامس. الوصول من الاسم القادم، وصلت الغزيل سالم بن علي بن متعب بن محمد الصعاق المري، وصل في هذه اللحظات ليقدم الغزيل الاسماء القادمه بعد ايضا الخمس المراكز الاولى. اعود الى مقدم مقدمة الشوط، اعود الى الصدارة، المركز الاول. ايش اللي جرى وايش اللي طرى؟ غيرت طرابلس هنا، انطلقت الى المركز الاول. مروان بن فري بن غانم بن حمود الظاهري بدا الشعار الاقتصادي بالظهور الرائع هنا والانطلاق المثير من خلال هذا الشعار الكبير الذي سطر من الانجازات الكثيره والكثير. شاهدنا ايضا شعار العذره من حمل اسم علي بن حمود بن علي الظاهري مع اول اشواطي هذا اليوم. ياتي هنا الشعار الاخر الاقتصادي، يقدم طرابلس هنا مروان بن فري بن غانم بن حمود الظاهري، ينطلق على المركز الاول، يندفع على المركز الاول بشاير على المركز الثاني. وصلت بشعار محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، بدا يدفع ببشاير على ثاني المراكز. انتقل مباشره هنا الى المركز الثالث، الوصول من براقه راشد بن حمد بن عامر العمري وصل في هذه اللحظات، ياتي على المركز الثالث ليقدم ايضا هنا هذا الاسم وينطلق مع براقه في هذه اللحظات، يدفع ببراقه على المركز الثالث. المركز الرابع، الوصول من شعار بالفندي مع جمايل الفندي بخميس بالفندي المزروعي، وصل في هذه اللحظات، ولكن الوصول من المركز الخامس. التدخلات من الغزيل سالم بن علي بن متعب بن محمد الصعاق المري وصل في هذه اللحظات. هذه الخمس المراكز الاولى، الخمس المراكز المنطلقه
دقيقة في ثالث أشواط هذا اليوم. هناك التغيير الذي جرى وترى هناك بشاير غيرت، بشاير انطلقت لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي القادمة من السلطنة ومن ميدان الدريز بولاية القابل هناك بمحافظة شمال الشرقية، تأتي في هذه اللحظات وتغير إلى الصدارة، الى المقدمة، الى المركز الاول. تندفع هنا مع المركز الاول محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، يندفع على صدارة هذا الشوط، ينطلق على المركز الاول، بينما هنا المركز الثاني الوصول من طرابلس مروان بن فري بن غانم بن حمودة الظاهري، وصل العمري في هذه اللحظات، وصل العمري ليقدم براقة راشد بن حمد بن عامر، العمري بدأ ينطلق هنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، ويغير من الثالث الى الثاني وعينه الى مقدمة الشوط. ولكن هنا مشاهدينا الاعزاء وصل شعار بالفندي يقدم جمايل، ياتي الفندي بخميس بالفندي المزروعي على المركز الرابع، نقلتنا مباشرة مع المركز الخامس القادمة الغزيل سالم بن علي بن متعب بن محمد الصعاق المري، وصل في هذه اللحظات الاسماء قادمة والانطلاقات ايضا كبيرة هنا من خلال هذه المشاركة ومن خلال هذا الاندفاع القوي والتحدي المثير. اعود الى الصدارة، اعود الى المركز الاول، ابناء السلطنة سيطروا على المركزين الاول والثاني هنا بخلال انطلاقة بشاير وبراقة بشاير، العايدة ملكية لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي يتواجد هنا، ينطلق بن سلطان ليقدم هذا الاداء الجميل، ولكن هناك العمري ايضا اسم اخر قوي قادم مع براقة راشد بن حمد بن عامر، العمري وصل على المركز الثاني، وصل والاثنين كيلومترات المتبقي على خط النهاية، جمايل واصلة، جمايل منطلقة، الفندي بخميس بالفندي المزروعي يقدم جمايل في هذه اللحظات. ولكن المركز الرابع، المركز الرابع المنطلقة هنا على رابع المراكز الغزيل سالم بن علي بن متعب بن محمد الصعاق المري، ولكن الدخول، الدخول ايضا من ضيفتنا العزيزة القادمة من ميدان الشهيد، القادمة من دولة الكويت، هنا وصلت الظبي محمد بن حسين بن مانع ابو دواس العجمي، وصل في هذه اللحظات، بدأ يدخل اجواء المنافسة، بدأ يدخل اجواء المنافسة، ولكن الوصول ايضا من الشعار الاخر الشاي مبارك بن محمد بن زايد مطوع الخيارين، بدأ يسير الخيارين، بدأ ينطلق ايضا من مركز الى اخر يقدم الشايبة، وهي في عز صباها، هي في عز شبابها. اعود الى الصدارة، اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى الصدارة، وبشاير على المركز الاول، بشاير على صدارة هذا الشوط، بشاير على المركز الاول. هنا مشاهدينا الاعزاء محمد بن سلطان بن سعيد المالكي يقدم بشاير، وهناك براقة يقدمها ايضا، هنا براقة القادم راشد بن حمد بن عامر، العمري من قدم لنا العزرة في عملية التضمير ياتي هنا ليقدم براقة، ولكن بالفندي قادم مع جمايل، جمايل جمايل الفندي بالخميس بالفندي المزروع، يا سلام يا سلام، بدأنا بالكيلومتر الاخير، دخلنا الغلاف الجوي لهذا الكيلو، اول القادمين الحذرة ثلاب بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، وصل في هذه اللحظات عين الى مقدمة الشوط القادمة العنود مشعل بن حسن بن عبد الله آل زيد الشريف، وصل في هذه اللحظات ايضا قادم للمنافسة، ولكن بشاير على الصدارة، بشاير على المركز الاول محمد بن سلطان بن سعيد المالكي ما زال على الصدارة على المركز الأول، ما شاء الله تبارك الله، أداء رائع ونجومية كبيرة، يا سلام الحذرة الحذرة الحذرة، وصل شعار بن ثلاب يقدم الحذرة، السرعة الفائقة بدأنا فيها مشاهدينا الأعزاء، بشاير والحذرة، الحذرة الحذرة الحذرة، حذاري 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 من الحذرة هنا، ثلاب بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، يا سلام، الله الله الله، عادت بشاير، عادت بشاير الخير، عاد محمد بن سلطان المالكي، هناك مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام ليقدم بشاير، وهنا ايضا اللي هي
الحذر وبشاير الميتين متر الأخيرة اندفعت بشاير وانطلقت إلى المركز الأول ليقدمها محمد وسلطان بن سعيد المالكي. تهانينا والناموس وسلام يا السلطنة سلام، شعارنا سيفين والخنجر عمانية بالفعل، تأتي هنا على الصدارة على المركز الأول. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت هناك الحذرة ثلاب الرأي مثل بن جيبيد الهاجري. المركز الثالث وصول من العنود مشعل بن حسن بن عبد الله الزيد الشريف. مركز الرابع وصلت هناك العنود محية بن عبد الله بن محارب الشمري. المركز الخامس جمايل الفندي بخميس بالفندي المزروعي. هكذا شاهدنا القوة والإثارة، شاهدنا بشاير تخطف أضواء المركز الأول أيضا محمد وسلطان بسعيد المالكي. تهانينا والناموس. هنا لحظات الإعادة بالتوقيت الزمني 6 كيلومترات، حيث قطعت المسافة بشاير لمحمد وسلطان بسعيد المالكي. هنا مشاهدينا الأعزاء 9 دقائق 35 ثانية 35 جزءا من الثانية. تهانينا محمد وسلطان بسعيد المالكي. المركز الثاني 9 دقائق 37 ثانية 34 54 جزءا من الثانية وصلت فيه. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، كانت هناك أيضا اللي هي الحذرة ثلاب بن راجب ثلاب بن قليبيد الهاجري. المركز الثالث 9 دقائق 37 ثانية 90 جزءا من الثانية وصلت فيه أيضا العنود لمشعل بن حسن بن عبد الله آل زيد الشريف. تهانينا والناموس مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هكذا شاهدنا أيضا هذا الفوز والانتصار. تهانينا لمحمد وسلطان بسعيد المالكي على هذا الفوز.